اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم حديث التعليميه. اكيد طبعا للوقت قيمه مهمه جدا في حياتنا، ولكن البعض مننا ويمكن احنا بنقابل كثير برضو ما عندوش قيمه للوقت. ممكن تلاقيه بيتاخر دايما عن شغله، دايما بيحاول بقدر الامكان لو مدي ميعاد الساعه 6 تلاقيه رايح لصاحب الميعاد الساعه 7 7 ونص، ومفيش تقدير تماما للوقت. ومعنى ان انا ما قدرتش الوقت فانا في البدايه ما احترمتش نفسي وما احترمتش البيئه المحيطه بيا. يمكن من المفاهيم اللي احنا نحاول بقدر الامكان نطرحها على حضراتكم النهارده، وخاصه بالنسبه للطلبه والطالبات، هو مفهوم الوقت وقيمه الوقت بالنسبه له. بنيجي في بدايه العام الدراسي، طلبه كتير جدا بيكون عندهم تحمس كبير جدا للعام الدراسي، وبيحاول بقدر الامكان يعمل جدول للمذاكره ويعاوز ينظم وقته. وهو خارج من اجازه صيف كان بيقضي الحياه براحته شويه، ولكن جه بقى في مواعيد دراسه ومفروض عنده مذاكره ومفروض عنده راحه عشان يعرف يستقبل المذاكره دي والدراسه بتاعته. ولكن في كتير منهم برضو بيفشلوا اللي هم يحطوا جدول معين للمذاكره ويمشي عليه. ممكن يكون حط جدول كويس جدا لكن هو مش قادر يمشي عليه لانه ما تعودش على الوقت وقيمه هذا الوقت، وبيبتدي يضيع منه كتير جدا. وخاصه اللي احنا في حاجه بنسميها دايما كده، او بتوع التنميه البشريه عموما بيسموها حراميه الوقت او سارقين الوقت، بيسموها بالمسمى ده لان فعلا في حاجات كتير جدا في حياتنا ممكن تشغلنا وتسرق من وقتنا كتير جدا. على سبيل المثال وليس الحصر، النت ومواقع التواصل الاجتماعي اللي يمكن في كتير مدمن عليها. النهارده هنحاول بقدر الامكان نتكلم عن الوقت، وكمان ازاي نحط جدول للمذاكره، والاهم واحنا بنتكلم على الوقت وجدول المذاكره ازاي نقدر نمشي على هذا الجدول ونحترم الوقت. اسمحوا لنا نرحب بضيفتنا الاستاذه نعمه دياب، مدرب معتمد بالاكاديميه المهنيه للمعلمين ومعلم خبير بوزاره التربيه والتعليم. برحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا بيك. أستاذة نعمة، يعني يمكن أكيد الوقت يعني ليه قيمة في حياتنا، وخاصة اللي بيقدر هذه القيمة، ولكن بيندرج مع الوقت ومفهوم الوقت في مفاهيم كثيرة جدا تبدأ بالمسؤولية وتحمل المسؤولية. طبعا هو الوقت الثروة الكبيرة اللي كلنا بنملكها بالتساوي، مفيش فرق بيننا فيها، كلنا نملك هذه الثروة بنفس الحجم بنفس القيمة. الصح بقى الناس اللي ماشية مظبوط هي اللي بتعرف تاخد الثروة دي وتشغلها، وفي ناس تانية للأسف ما بتعرفش تستفيد بالثروة دي اللي موجودة معاها. الوقت أهم حاجة فيه وأهم صفاته أو خصائصه المرونة. حضرتك الثروة اللي معاك دي مرنة جدا، أنت ممكن تشكلها زي ما أنت عايز وتقسمها وتعمل فيها خطط وتعمل فيها حاجات جميلة قوي، بحيث أنك فعلا تقدر تستثمر هذه الثروة اللي موجودة معاك. أهم حاجة بالنسبة لأي إنسان عنده هدف في الحياة هي الوقت. البعض بيعتقد الدعم المالي او الدعم باشكاله، لكن هي الحقيقه الوقت هو اللي بيفرق. هو الوقت بيفرق، وكمان كيفيه تنظيم الوقت لو اتربى عليه الانسان من هو لسه في سن صغير اكيد الوضع هيختلف تماما لما يكبر ويكون عنده مسؤوليات بالتأكيد اكبر من الدراسه. بالتاكيد. حضرتك ذكرتي كده، قلتي ان هي ثروه وكل واحد عنده الثروه دي، ولكن محتاج لمرونه. البعض ممكن يفهم المرونه غلط. يعني في حد يقول لك انا عندي مرونه فانا هاجل المذاكره بتاعت النهارده، بما ان احنا بندي امثله خاصه بالطلبه، هاجل المذاكره بتاعت النهارده خليها بكره، ما انا مرن برضه لازم اريح نفسي. يعني في حد ممكن يفهم المرونه غلط. لا، احنا المرونه هنا بنتكلم على انها ذكاء في التعامل مع الشيء نفسه، مش اني اجل الشغل او اجل المذاكره. التاجيل مبدا مرفوض، المعروف التاجيل مبدا الفاشلين. فالتاجيل لا، مش هو المقصود بيه المرونه. المرونه بحيث ان انا اقدر انظم وقتي ازاي في صالح شخصي انا بالظبط، وفي نفس الوقت بيبقى عندي خطط بديله. الموضوع مش ان انا عامل زي القطر ماشي على قضبان سكه حديد، لا، انا دلوقتي عملت خطه لكن طرق ما طرق عليا في طريقي، فانا ممكن استبدل الطريق اللي انا ماشيه بيه بطريق تاني. هي دي المرونه الحقيقيه. كمان بيبقى عندي فرص ان اعمل اكتر من خطه، لان ممكن فعلا بيكون عندي اكتر من فرصه ان اعمل حاجه، فانا ممكن لو انا ما عنديش الرغبه اذاكر دوت فانا عندي الخطه البديله اذاكر دوت، لكن ما اضيعش الوقت والثروه اللي موجوده معايا ما اهدرهاش ولا ارميها بدون لازمه. ازاي نقدر نربي هذه القيمه في الاولاد من صغره؟ من الصغر الام تكون نفسها حريصه على الوقت، ما يكونش الدنيا بالنسبه لها مفتوحه على طول، بتعمل اي حاجه في اي وقت، دايما تعود ولدها من اول اليوم ومن بالليل كمان هنعمل ايه بكره؟ هنعمل ايه بكره دي؟ يعني احنا هنقول الاهم فالمهم فالاقل اهميه، ودايما تلاقيها بتناقشهم في كل حاجه هي بتقدمها لهم او كل حاجه هم بيقترحوها. يعني لو اقترحنا ان هنقضي 10 ساعات في النادي وهنقضي ساعتين مثلا في كورس او حاجه، النسبه والتناسب هنا مش حلو. فين قيمه الوقت اللي علمتها لهم اذا كان 10 ساعات قضوها لعب وخلاص وضيعوهم؟
وقضوا ساعتين وساعتين بس استفادة. تركيز، اه ساعتين تركيز، فين النسبة والتناسب هنا؟ فلازم الأم دايما تكون مظبطة جدولها أو مظبطة حياتها مع ولادها مش مع نفسها. الأم بتقول مشاغل الحياة كتير، ده يعني أنا دلوقتي حقيقي أكيد لو في أمهات بتسمعنا هتقول لك أنا بالتأكيد. مشاغل الحياة كتير وبصحى الصبح بتفاجئ بحاجات تانية وعاوز أفطرهم وبعد كده أنزلهم المدرسة وهرجع أجيب اللي حلو هجيبه من المدرسة، جميل فعندها مشاغل كتير جدا. جميل. بصي، إن كان عندها مشاغل كتير هي مستمتعة بالمشاغل ديت، بس الشكل العام إن هي زعلانة عشان بتبقى مرهقة شوية، تعبانة شوية، لكن محدش بس فينا دي بتبقى مجبر. حجة اللي هي مش قادرة تنظم وقتها، لا يعني مش قادرة احنا، تنظم الوقت بالشكل اللي هي عاوزاه أو اللي شكل حضرتك بتقولي عليه. ما احنا عشان كده بنقول ايه، دايما في مرونة، دايما عندي خطط بديلة. حضرتك قلت ان هي ممكن تقوم الصبح تتفاجئ بحاجة معينة جديدة بالنسبة لها، ظروف عائلية، حاجة كده حاجة كده. عشان كده احنا دايما بنقول المرونة، ان يكون في خطط بديلة للي احنا بنعمله، وده منتهى الذكاء. فالشاطر هو اللي يكون عنده المرونة دي ويعرف دايما يستبدل خططه ويستفيد بوقته ويستفيد بحياته، وحياته ما تمرش عليها باء ولا اي حاجة. اي حاجه بتبتدي في حياه الانسان هي مصدرها في المقام الاول طبعا الاسره، متمثلين طبعا في الاب والام في المقام الاول، بعد كده العائله. لو كان الاب والام ما بيهتموش بالوقت ولقى الطفل اللي هو عنده 3 سنين او 4 سنين لسه بيبتدي يعي الدنيا نوعا ما، ده الوضع كده بالنسبه له، ده هيترجم ايه بالنسبه للطفل؟ للأسف هيترجم بالمعنى اللي حضرتك قلته، إن الدنيا ما فيش ليها تمن، وإن كل حاجة بتتعمل في أي وقت بأي طريقة بأي شكل. وده هيخلي الولاد يطلعوا ما عندهمش خطط مستقبلية، ما عندهمش أهداف، ودي بتبقى حاجة طبعا سيئة جدا بالنسبة لأي إنسان في حياته. لأن لو حياتك عدت عليك من غير ما تحقق حاجة فيها، ده قمة التعاسة اللي أنت بتحس بيها وقمة الإحباط. أنت محتاج تحقق وتوصل لأهدافك عشان تحس بالحياة اللي أنت عشتها وتستمتع بيها في نفس الوقت، وما تتجرعهاش مرا زي ما بيقولوا. يعني ما تفتكر السنين اللي عدت في عمرك، لا افتكرها أنا حققت فيها، حققت كذا وحققت كذا وحققت كذا. ده طبعا بيخليك نفسيا مرتاح وسعيد جدا. فلا، الاستفادة بالوقت حاجة مهمة. حضرتك مع أم ضد الأم اللي بتقول لولادها الساعة 10 بالليل اه ميعاد النوم، الساعة ايوه 6 الصبح صحيان، اه الساعة 5 هتعملوا كذا، بتنظم لهم وقت بالشكل ده، ولكن هم بيحسوا إن الحياة ما فيهاش مرونة بالشكل اللي هم عاوزينه ومش مظبوط. بتأدي متطلباتهم الشخصية. احنا عشان كده انا اكدت على اهم خاصية في الوقت هي المرونة. انا دلوقتي ابني الصغير مثلا جه ميعاد النوم الساعة 10، لكن هو حابب اني اقعد اتكلم معاه شوية. ايه المشكلة لما اقعد اتكلم معاه 10 دقايق ربع ساعة؟ ايه المشكلة ان اقعد مع الولاد في اوضتهم وده يتكلم وده يتكلم؟ نفسيا ده مهم جدا لاي طفل، لان الموضوع مش، احنا مش مكن، مش الات، احنا بني ادمين في مشاعر، في حاجات كتير جوانا. فالموضوع مش ان الساعة 10 هنام، هتدق الساعة العاشرة هنام هغمض عينيا، مش هتحصل عمرها. وغلط جدا ان انا اسيب طفل مثلا لوحده في السرير طافيه النور، يا دوب اباجوره نور هادي، لكن هو مش جاي له نوم. ايه المشكله لما اقعد معاه 10 دقائق 15 دقيقه اريحه نفسيا، اسمع له، على الاقل هينام هادي ويقوم مبسوط. اسوأ حاجه في الحياه، بخرج الطاقة السلبية اللي جواه من خلال كلامه ومن خلال طبعا حواري معاه. طبعا حضرتك انت ممكن تنام لو انت تعبان، تصحى من النوم مرتاح جسديا. الحاله النفسيه الحاله الوحيده اللي ما بتتغيرش بالنوم، حضرتك لو نمت متضايق تقوم متضايق، النوم ما بيغيرش الحاله النفسيه لكن بيغير الحاله الجسديه بس. فانا لازم ابني ينام مبسوط ومرتاح علشان يقوم بعد كده مبسوط ومرتاح. ال10 دقايق وال15 دقيقه مش هيفرقوا معايا في حاجه، لكن ما سيبوش للساعه 3 الفجر عشان ينام، لا ده معناه ان هو نام بالنهار. في امهات برضو بتعاني في الموضوع ده، يعني ممكن تكون البنت او الولد لسه سنهم صغير جدا وتقعد طب ننام، طب نقرا قصه قبل ما ننام، طب نعمل اي حاجه، والولد او البنت مش يعني مش عاوز ينام خالص، يعني طب الام تعمل ايه هنا؟ ما ما هي هو عاوزه تنظم وقتها وتنظم وقته. الخطأ اللي هي وقعت فيه ان هم ناموا بينها بالنهار مثلا وهي ما نامتش، في نفس الوقت عندنا شغل الصبح وعندنا دراسة الصبح. فلا، لازم التنظيم من اول اليوم لاخره. عمر حضرتك ما تيجي اخر اليوم وتنظمه، التنظيم من اوله، في ساعات للشغل، في ساعات للمذاكرة، في ساعات للراحة. علشان كده احنا مهتمين جدا بجدول المذاكرة. بعض الناس مفكرة جدول المذاكرة بس الدروس بتاعتنا اللي هنذاكرها والمواد بترتيبها اللي احنا هنذاكرها، وده اللي بيحصل، لا يعني حضرتك. معظم كان بيحط جدول للمذاكرة، أنا هذاكر من الساعة كذا للساعة كذا مادة كذا، وبعد كده هذاكر مادة كذا، والمفروض أحصل الباب الأول في اللغة الإنجليزية، يعني بيقعد يحط جدول كده ويجي اي يتفاجئ بعد آخر أسبوع ولا بعد انه آخر ما كل يقدرش شهر يعمل هو حاجة ما عملش، ما حصلش 40% من وما الجدول. احرزش اي هدف من الهدف المحدود. الجدول بيتحط بشكل مختلف خالص. اولا الجدول حضرتك حطه على ورقة بيضاء،
خلي الجدول كده هيجي يعني هنتكلم فيه بالتفصيل كده عشان مفيش خاطر مشكلة، اللي مفيش متابعنا مشكلة. يعني ياخدها خطوه خطوه، ها ولكن احنا خلينا نتكلم في الجزء الخاص بالام وتربيتها وتربيتها لمفاهيم حلو. مهمه جدا بالنسبه لاولادها. امهات، والكثير من الامهات بتسيب اولادها بالساعات يا مع التاب يا مع التلفزيون، وبتعاني ايام الدراسه من هذا القبيل. ما هو ده بقى سريق الوقت اللي حضرتك يعني أشرت إليه في المقدمة بتاعة البرنامج. سريق الوقت دول لازم تبتعد عنهم، لازم تكون الأم الموبايلات. بتريح دماغها لا بمنتهى الأمانة، بتريح دماغها، هي حاطاه قدام التلفزيون فهو مش هيزن، انت عارف حضرتك، فحطاه قدام التاب فهو مش هيعمل لها أي طب مشاكل. ما هو ده بينعكس عليهم بأمراض نفسية بعد كده، لأن انت سايبه متجمد قدام شاشة، بتدخله أفكار وبتدخله حاجات. ما تنساش حضرتك ان في كل حاجة حواليك منهج خفي، في حاجات خفية بتدخل في عقلك الباطن وبتسيطر عليك. فانا لو ريحت دماغي من ابني في اني حطيته قدام التلفزيون، انا ما ريحتش نفسي، انا تعبت نفسي، لان كل اللي هيقتبسه وياخده ويخزنه هيظهر عليا بعد كده وهيظهر على حياته هو شخصيا. الطريقه المثلى للمرحله العمريه دي، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على مرحله رياض الاطفال سن 4 سنين 5 سنين، اللي هم المرحله دي بيبقى متعلق جدا ان هو يتفرج على فيلم كرتون او افلام كرتون، ممكن يقعد 24 ساعه قدام التلفزيون ده او خطر. قدام التاب. المرحله دي المفروض الام تعالجها ازاي، بحيث اللي تعرف الولد في المرحله دي قيمه الوقت، يعني انت مش هتقعد كل ده تتفرج. هو الصح مش يقضي كل عدد الساعات ديت مع المشاهدة، بالعكس ممارسة الحياة جميلة جدا، يعني اللعب والجري والانطلاق بيفيدوا جسمه أكتر، بيمرنوا عضلاته، بيدوله ثقة بالنفس، بيدوله مهارات حياتية، بيدوله اطلاع، بيدوله تعارف. إزاي أنا أحرمه من كل دوت؟ ده غير ان الطفل لما بيجري ويلعب ويرسم ويعمل كل الحاجات اللي هو فيها حركة بيبقى سعيد جدا، بيفرغ شحنة سلبية، بيكتسب طاقة إيجابية، بيكتسب مهارات، بيكتسب قدرات، كمان مخه بيتفتح، بيبتدي ينطلق في الحياة، بيبتدي في حاجات معينة بتجذبه. وأنا لازم أشوف إيه اللي بيجذب ابني الصغير. حضرتك احنا لو جينا نتكلم عن الكبار ومشاكلهم النفسية، أكبر مؤسسات في العالم كل همها ان المؤسسة دي تقدم لك ادوات رسم، ويرسم وطلع الشحنة اللي جواك. ازاي انا اجمد ابني واقعده قدام شاشة؟ وابعد عن ملكاته ومهاراته، ويمكن دراسات كثيرة كثيرة جدا يعني قالت ان الطفل في المرحلة دي لو قعد الفترات دي كلها بتقلل من نسبة ذكائه. دي بتقلل من نسبة ذكائه وبتأثر عليه نفسيا، وبتكسبه حاجات ممكن تكون ضد مبادئك وضد افكارك وضد حاجات كتير حضرتك عايز تربي ولادك عليها. وبعد كده عيش حرب بينك وبين ابنك، ودي بتبقى الحرب الكارثية زي ما بيقولوا. تخيل انت عايش في بيتك في حرب مع طفل وهو عنده إدراكات من نوع معين ومستوى معين من الفهم، فلما تبتدي تديله الحياة اديها له بالممارسة، ما تدهلوش بالمشاهدة. عمر المشاهدة ما كانت حياة، المشاهدة دي مجرد بس لحظات هو بيتحول بسيطة. إلى متلقي فقط لا غير، يعني ما بيعملش ما أي هو حاجة ده في اللي حياته غير بيوقف اللي هو قدراته. بيتلقى. ده اللي بيوقف قدراته للأسف. حضرتك طالما حولته لمشاهد وقفت كل قدراته، سيبه يمارس الحياة، ألوان شوية، لعب شوية، وسخ هدومه شوية، يتعامل شوية، على الأقل تعرف شخصيته الحقيقية. لو شخص أناني صلحه، لأن هيبان في تعامله مع أقرانه أو الأولاد اللي في سنه. في نفس الوقت هتبتدي مشاكله تبان، مشاكل وعيوب التربية نفسها، فهتبتدي حضرتك تصلح بحيث إنه لما يكبر بعد كده تبقى الدنيا سهلة وبسيطة بينك وبينه أو معاه. ما يبقاش كبير وطولك وتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ما هو انت سبته طول عمره بيعمل دوت وما وجهتوش، ازاي تيجي دلوقتي تتكلم معاه؟ نيجي للمراحل العمرية المختلفة وقيمة الوقت من خلال المدرسة والمعلم داخل المدرسة. بس قبل ما أتكلم عن قيمة الوقت الخاصة بهذه المراحل العمرية، برضو أنا هرجع للفترة ما قبل المدرسة، هي فترة الأجازة. فترة الأجازة الكثير ما بينظمش وقته زي ما بتيجي، ممكن أسهر، ممكن أنام، أصحى بدري. في طلبة كتير جدا بيشتكوا أمهاتهم وأبائهم في فترة الأجازة، بيقضي 3 أرباع النهار نوم وطول الليل سهر، فبيروح على المدرسة في الوقت المفروض بيختلف غصب عنه، طبعا في يوم دراسي المفروض يعني بيروح المدرسة، في بعد كده مذاكرة، في بعد كده المفروض بأهل نفسي بشكل معين، بخلاف طبعا المشكلة الكبيرة اللي بتقابلهم الدروس الخصوصية. بص انا مش عايزه اتكلم في موضوع الدروس الخصوصيه. لا طبعا، هو طبعا هي حاجة احنا ضدها، لكن احنا خلينا نتكلم بس في الجزء الأولاني اللي هو ضيع الأجازة، هو ما كانش عنده تنظيم في الأجازة خالص، فبيجي يترتب ده على أيام الدراسة نفسها. بص حضرتك، الواحد لو ضيع الاجازه بدون فايده، بدون تعليم حاجه جديده، بدون تطوير ذات، بيندم وهو داخل الدراسة. ليه؟ بيشوف اصحابه، ده خد كورس في كذا، ده اتعلم كذا، ده راح النادي واشترك في مثلا رياضة كذا، اخد جايزة في حاجة معينة،
الواحد ساعتها بيحس بالأسى والندم ان ازاي ضيع كل الوقت ده من اجازته، او ضيع اجازته او اهدر اجازته كلها. الام الذكيه هي اللي تقدر تظبط ولادها من نهايه الدراسه الى بدايه الدراسه، يعني فتره الاجازه كامله. ما بتديش اقول ايه لما يريحوا اسبوع اسبوعين، طب 3، طب 4، تلاقي الاجازه راحت منك، وتلاقي الناس كلها ابتدت واشتغلت في كورساتها وتطوير ذاتها وانت لسه قاعد ما اتحركتش، وفاهم ان مجرد انه يروح النادي ده كافي، او انه بيقابل اصحابه ده كافي. لا، ده مش كافي، ده مش كافي. فين الوقت اللي انت دعمت شخصيته فيه، بحيث انه بعد كده يبقى حاسس انه انسان ليه قيمه ويحس بالسعاده في حياته ويستمتع بيها. ايه حته النوم، النوم لما بنسيبهم يناموا للظهر والعصر وما شابه ذلك، كل ده تخريب في حالتهم الصحيه وحالتهم الذهنيه كمان. للاسف النوم والشمس طالعه بيفقد المخ افراز هرمون السعاده اللي الناس عايشه بيه. الهرمون ده ما بيتفرزش الا والكون ضلمه، فازاي انا اخسر ابني دوت؟ لذلك تعالى حضرتك شوف الشخص اللي قايم الظهر او العصر من النوم، شوف ملامح وشه، شوف لون بشرته، تلاقيه لون بشرته اصفر، حالته المزاجيه سيئه جدا. عشان يفوق لازم له قد كده قهوه كويس عشان بس يبتدي يفوق. ايوه، لان هو النوم اللي نامه على ده عكس تخريب. الشخص اللي هو منظم نومه، على الأقل بينام بدري أو بيصحى بدري، الوضع بالظبط بيختلف تماما بالنسبة له. بالظبط. السعاده مش في اني او الاستمتاع بالاجازه اني اصحى العصر، لا، الاجازه اني استمتع بكل لحظه فيها، انطلاق وحيويه وممارسه الحياه كلها، فسح، ممكن اطلاع، ممكن موسيقى، ممكن رسم. بالتأكيد كل واحد فينا عنده حاجات بيحب يعملها، ما بيبقاش عنده دايما الفرصة انه يعملها. كل ما تمارسه بيديك ده بيديك فرصة للميديتيشن، انك تعمل تأمل، انك تختلي بنفسك. عدم الكلام بيديك فرصة انك تشحن طاقة جواك، ده احنا محتاجينه. لذلك قلة الكلام يعني افضل الوسائل لشحن طاقة جسمك وكمان السيطرة عليها في نفس الوقت. لذلك ربنا عز وجل خلي لك فم واحد وأذنين اتنين عشان اسمع اكتر ما بتكلم. بس. يعني نيجي بقى لفتره الدراسه وبدايه العام الدراسي طبعا، وكل الطلبه دلوقتي المفترض ان هم بداوا العام الدراسي، ولكن العمليه النظاميه والنظام اللي ليها علاقه كبيره جدا بالوقت وبيدي مفهوم بشكل غير مباشر بالنسبه للطالب والطالبه. لو مدرسه منتظمه في توقيتات معينه، في طابور الصباح بيبتدي في ميعاده وبينتهي في ميعاده، الحصه بتبتدي في ميعادها وبتنتهي في ميعادها، كذلك اليوم الدراسي بينتهي في ميعاده، ده بيدي انطباع بشكل غير مباشر للطالب او الطالبه. العكس لو حصل بيخرب الدنيا بالنسبه لفكره ومفهوم الوقت. ده حقيقي. لذلك احنا فترات الصيف في البيوت او في الاسر اللي بتبقى الدنيا مش منتظمه عندها في الصيف، احنا بنلمحه في طلابنا اول السنه، بنبقى عارفين البيت والاسره اللي نظمت حياتها في الاجازه والاسره اللي على ايه العكس. الملامح يا استاذه نعمه؟ يعني ايه الملامح اولا اللي بتظهر على الطالب او الطالبه اللي هو فعلا حد بيتحمل مسؤوليه الوقت؟ مجرد ما المدرس بيدخل وبيبتدي يعلن عن مادته وتقسيمها وما شابه ذلك، مع اسلوبه الشيق، مع حاجات كتير هو بيستخدمها، بيبتدي الطالب اللي كان في اسره منتظمه بيحس بقيمه الماده العلميه اللي هيقدمها له المدرس، وحاسس بقيمه المدرس كشخصيه هتوهبه نعمه العلم كويس. لكن اللي كان عايش في حاله من التسيب بتلاقيه لسه عايز يكمل حاله التسيب اللي هو كان عايشها، وده اللي احنا ما بنسمحش بيه نهائيا داخل الفصول او المدارس، ما بنسمحش بيه لا قانونا ولا ذوقيا ولا اي شيء. ممكن بقدر الامكان ابتدي اجذب الطالب ليا واشوف حاله التسيب اللي هو فيها دي هتوديه لحد فين، وابتدي اتفاهم معاه واجيب الاخصائيه النفسيه والاخصائيه الاجتماعيه تشاركني وتشوف الحل معايا في الموقف، وابتدي احذره ان في عواقب للي انت بتعمله، ما تضيعش وقتك كلها كام اسبوع ونمتحن. وكمان لو انا حريصه كمعلم على اني امتحن طالبي ولو سؤال صغير في بدايه الحصه، ده تذكره دائمه بفكره في امتحان، اللي انا بديهولك مش هيعدي، لا، في امتحان وفي لحظه هتيجي يا تفتخر بنفسك قدام الدنيا كلها والمجهود اللي انت بذلته، واما هتخجل من نفسك. الحاجات البسيطه يعني السؤال اللي احنا بنتكلم فيه، الرقابه، التعديل السلوك، كل الحاجات دي بتغير كتير. كل الحاجات دي ليها أهمية، ولكن يعني المدير المدرسة المنضبط بيضبط الكثير بالتأكيد. داخل المدرسة، ولكن الغير منضبط بيأثر بشكل كبير جدا على الطلبة. الطالب ممكن يكلمك يقول لك ما فيش حد مهتم بأي حاجة. يعني هنا الانضباط حتى في الوقت وقيمة الوقت ممكن ينعكس بشكل كبير جدا. والله احنا ان كنا كمعلمين بنعاني داخل الفصول، المدير المدرسة يعاني أكثر.
ليه بقى؟ حضرتك هو مسؤول عن عملية تعليمية داخل المدرسة، لما يجي له كل شوية زائر من جهة مختلفة، وتخيل هو ملزم بأنه يراقب الدنيا اللي موجودة معاه جوه كلها، ده بيبقى حمل كبير عليه. المرونة اللي اتكلمنا عليها في تنظيم الوقت في الأول، هو بيبتدي حالة المرونة، ليه؟ في ناس داخلة عنده، في ناس جاية احتمال تساعده، وفي ناس جاية احتمال تتصيد له، كل شيء وارد، لكن في نفس الوقت بيبتدي يبقى مرن أكتر. ومفيش مدير مدرسة عايز ينجح في حياته ما بينظمش مدرسته، مستحيل، وإلا هيضيع نفسه. مفيش إنسان في الدنيا، مش مدير مدرسة بس ولا معلم بس، أي إنسان عايز يحتفظ بكيانه في الحياة بيحافظ على قواعد العمل بتاعت حياته، حتى في الطريق نفسه حضرتك بتحافظ على قواعد الطريق، وإلا عربيتك الغالية الجميلة دي هتتخبط. طب وليه؟ خليني ملتزم. غيري ما التزمش، بالتأكيد ربنا عز وجل هتلاقيه في طريقك بيبعدك عن الناس دي، أو الناس دي بتبعد عنك. احنا دايما بننسى ان في منظم لهذا الكون، الكون مش عشوائي نفسه، احنا كيان صغير او اجزاء صغيرة جوه الكون المنظم، فازاي احنا ما نبقاش منظمين اذا كان الكون بكل حجمه ده منظم مش ربنا عشوائي؟ سبحانه وتعالى خلق كل حاجة بمقدار معين، يعني طبعا حتى الوقت هو مدي لك الوقت والمساحة، ولكن أنت عليك الاختيار في تنظيمه طبعا وترتيبه المعلم وترسيخ هذه القيمة للطالب بشكل مباشر. يعني هنا المعلم عليه دور كبير جدا. لو في طبعا أسرة بتبني مفهوم زي مفهوم الوقت وقيمة الوقت، ففي معلم ممكن يا إما يكمل هذا البناء يا إما يهده. ده حقيقي. بص، المعلم لما بيدخل الفصل بيبقى شايف اللي قدامه دول ولاده في المقام الأول، لأن عارف إن ولاده في إيدين مدرسين تانيين. المفترض، يعني المفترض لو ممكن المعلم مؤمن برسالته هيشوف الطلبة في ده حقيقي، المدرسة دول ولاده. ده حقيقي. في نفس الوقت لو جينا بقى على حساب يعني حسابات غير فرضية بقى، إن دول مش ولاده، كويس، أي خلل من المعلم بيعرض نفسه لكل الطلبة اللي قدامه إن هم يهزوا صورته، ودي كارثة. محدش هيسمح لأبدا لحد صغير قدامه ان يهز صورته او يهز كيانه، فمفيش معلم هيسمح بدوت. دايما المعلم حريص على انه يوصل الماده العلميه، يحتفظ بهدوءه وما شابه ذلك من امور داخل الحصه المدرسيه، لكن ده بيمثل عليه مجهود لانه انسان في المقام الاول، فالمجهود ده احنا لازم نحترمه. احنا زمان كنا بنشوف المعلم قيمه كبيره جدا، ليه؟ ما كانش في حد يقدر يهز صورته او يتكلم عليه باسلوب المعلم سيء. طبعا لازم يكون ليه كيانه وليه شكله، خاصة في مفاهيمه والقيم اللي بيدرسها في الطلبة والطالبات، ده ضروري، ويمكن دور كبير جدا من الأدوار التربوية للمعلم. هنطلع لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نواصل حوارنا وحديثنا النهاردة. المعلم لو ما كانش مهتم بقيمة الوقت، لو ما بيحضرش الحصة في ميعادها في الميعاد المفروض يكون فيه داخل الفصل، لو ساب الفصل قبل الميعاد المناسب، فهو بيدي بشكل غير مباشر إنذار وبيقول لهم أنا مش مهتم بالوقت، وده بينعكس على الطلبة طبعا في انطباعهم عن بالتأكيد الاهتمام بالوقت. بالتأكيد. بص حضرتك، ما فيش إنسان إلا وبيديك حاجة خفية من غير ما يحس هو شخصيا. رسالة غير مباشرة. بالظبط، يعني سواء كانت الأم، الأب، الأصدقاء، المعلم، المكان اللي حضرتك أيا كان اللي بتخش فيه بيديك الانطباعات دي. إحنا لو مركزين مع المعلم لأن هو بديل الأب لو راجل، ولو امرأة بتبقى بديلة للأم، فإحنا بنكمل الرسالة بتاعت الأسرة. علشان كده احنا بنقول بيبقى على المعلم مجهود كبير جدا، مجهود التربية ومجهود التعليم ومجهود التوجيه ومجهود تعديل السلوك. احنا بس اللي بيزيد علينا في الأسرة من ناحية الأب والأم ان هم بيأكلوا ويشربوا، ده اللي احنا بس ما بنعملوش كمعلمين داخل المدرسة، ما بنشيلش هم النقطة دي بالنسبة للطلاب بتوعنا، لكن احنا والله بنعمل نفس عمل الأب وفي والأم. معلمين بيهتموا يعني بيكونوا مهتمين جدا بالطالب. انت في مركز، طب انت ما اكلتش النهارده كويس، يعني بيحاول بقدر الامكان يجعل العلاقه بالتأكيد اسريه اكتر منها معلم وطالب. ده حقيقي حضرتك، احنا احيانا بنراقب لون بشره الولاد اللي قاعدين قدامنا في الفصل، تخيل حجم التركيز عشان احفظ مثلا كام طالب قدامي لون بشرتهم ايه النهارده، لان ده بيديني بقى فكره هو ايه اللي حصل قبل ما ده اللي ينزل. مهتم يا استاذه نعمه، يعني المعلم المهتم، عشان بس ايه، والله ناس عشان كتير في مهتمه. حد ممكن يسمعنا دلوقتي يقول لا مش كله كده، ده في معلم اصلا ما بيهتمش اصلا، الولد جه ما جاش، قعد اسبوع في البيت، مع يعني يعني انا مش فارق بكلمك معاه. باعتباري معلمه. اكيد طبعا انا عارف في المقام الاول، بس مش يعني انا اتمنى طبعا كل المعلمين يفكروا بهذا المنطلق، ولكن مش كل المعلمين بيفكروا كده او بيتعاملوا كده، يعني بيركز في لون البشره يعني. والله بس احنا بنعمل كده والله، يعني في ناس كتير زي حالتي والله، وفي ناس احسن مني بكتير. انا لما بعمل حاجه بكون اتعلمتها من حد من زمايلي، فمثلا بيبقى بعض الطلبه احيانا، ممكن طالبه، يعني احنا بندرس ثانوي عام، احنا ممكن تيجي طالبه انت عارف المرحله دي خطر جدا، ممكن تعيط في الحصه بدون اي اسباب. تخيل حضرتك كمعلم داخل فصل معاك عدد من الطلبه، واحد فيهم عيط بدون سبب، عيش استحمل. تخيل بقى ممكن يعني يكون ايه المشكله اللي موجوده عنده،
وتبتدي تتعامل معاه وتتعامل مع الباقيين. لازم تحافظ على هدوء المكان نفسه، ما ينفعش يبقى فيه تسيب، لكن كل الحدوتة بتبتدي تاخده وتوجهه لحد وتبتدي تتعامل مع الباقيين وتكمل شغلك. في خصائص الوقت يعني ليه شكل طبعا وملامح معينة؟ طبعا، اولا الوقت موضوع انساني جدا، ما فيش كائن غيرنا مهتم بموضوع الوقت، احنا الكائنات اللي مهتمة بالوقت. في نفس الوقت احنا دايما بنتكلم على المرونة، يعني دي كانت الحاجة الرئيسية بالنسبة لي من اول الكلام، حتة ان يمكن تبديله يمكن تعديله تطويره تقسيمه، النقط دي في منتهى الخطورة. علشان كده احنا يعني يمكن تكملة كلامنا عن الجدول احنا هنتكلم عن تقسيمه. طب نيجي بقى نتكلم عن الجدول والحماس اللي بيرتبط بكثير من الطلبة في بداية العام الدراسي، ان هو يعمل جدول للمذاكرة، وبعد كده الحماس ده بينخفض الى ان تأتي الامتحانات ونبتدي نرجع بالحماس ده مرة تانية. الجدول اللي هو بيحافظ على وقتي شكله ايه؟ هل الجدول بس مجرد مواد دراسية، ولا في حاجات داخل هذا الجدول بعيد عن الدراسة؟ لا، في حاجات تانية. أكبر خطأ إنك تعمل جدول مذاكرة يعني مادة علمية. ده أنت حتى لما بتكتب المواعيد بتاعة المادة العلمية اللي هتذاكرها ما تبتديهاش من 9 ل 10 مثلا، يعني ابتديها من 8:30 ل 9:30. علامة النص اللي موجودة قدامك دي عقلك بيبتدي يترجمها على إن الدنيا سهلة وبسيطة لأنك دخلت في نص الطريق، ودي حاجة مهمة جدا. وانت بتنظم الجدول اوعى بعد ما تخلصه تلاقي اللي حواليك مثلا لو حد بيساعدك يا اخيرا خلصنا منه، هو مش هم. الاشارات دي بتدي مردود سيء داخل نفسية صاحب الجدول نفسه. كويس. في نفس الوقت حضرتك بترتبه ازاي؟ بترتبه مادة علمية فقط؟ ما ينفعش. حضرتك بترتبه على ورق منقوش؟ ما ينفعش. المفروض الجدول بيبقى على ورقة بيضة كبيرة. كويس. بعد كده حط بقى حياتك على الورقة دي. أنا بصحى الساعة كذا، بعمل كذا الصبح وكذا وكذا، بديله الوقت بتاعه، وبعدين بعمل كذا وبعد، يعني بيبقى المذاكرة داخل بقية حياتك الطبيعية. اوعى تعمل جدول مذاكرة مذاكرة فقط، لا، ده اللي بيخليك الجدول بالنسبة لك حاجة جامدة. ليه؟ ما انت شايف بقية حياتك فيه، مش شايف النادي، مش شايف بحط صحابك. يومي، يعني بعمل خطة ليومي داخل فيها طبعا جدول مذاكرة واللي المفروض احصله من الدراسة. طبعا، ده انت نتكلم حتى الورقة نفسها اللي انت بتشتغل عليها البيضة ديت واللي بتحط عليها حياتك اوعى تعملها كتابة. على ارض الواقع، نتكلم على مش ارض هنختلف الواقع. تماما ان احنا ضد الدروس الخصوصية، ولكن هي موجودة على ارض الواقع. ماشي. الدرس ممكن يكون ميعاده الساعة 6، فالطالب عشان بينه وبين الدرس ساعة على الأقل أو نص ساعة على حسب المكان، فبيستعد للدرس قبلها بساعتين وبيروح الدرس اللي بيقعد ما فيه هو ده ساعتين، الإهدار وبعد الحقيقي. كده بيرجع بعد الدرس بساعة، ساعة ونص، ساعتين. طبعا بيهدر من وقته وهو مش واخد ده باله، بيهدر عمره لكن كله. هو موجود دلوقتي. خلينا نحط الجدول بناء على اللي موجود دلوقتي، لأنه هو بيهدر وقت كتير جدا. احنا بنقوله ان انت بتهدره، ولكن هو موجود. ما هي دي أخطاء تخطيط. إحنا لما بنتكلم على جدول المذاكرة بنتكلم عن تخطيط للوقت. مظبوط. فالمفروض انا بخطط للوقت اخطط بطريقه صح. انا دلوقتي افتراضا ابني هياخد درس في المكان الفلاني، لازم اختار مكان مناسب قريب من سكني، في نفس الوقت ترتيب الوقت من الذهاب للاياب وما شابه ذلك لازم يكون فيه مرونه وسهوله. ما وديهوش مكان صعب جدا وبياخد وقت، بياخد كتير من الوقت وكتير من المجهود، انا كده بضيع وقت ابني او ابني بيضيع وقته وانا مساعداه. ما ينفعش. احنا ما بنخطط بنخطط صح من كله، بنخطط صح من ناحية المجهود، من ناحية التوظيف بتاع الفكرة نفسها. يعني انا لما مثلا بنقول هنذاكر مادتين النهاردة، هنذاكر بس مادتين مختلفتين تماما عن بعض. ما ينفعش ادرس لغتين في وقت واحد او ورا بعضهم، اذاكر انجليش مثلا وفرنش، ما يحصلش. لازم اذاكر مثلا تاريخ او فيزياء ومادة معاكسة تماما، ده بيديني فرصة للتركيز أكتر. ضيف لي كده حضرتك، أنا دلوقتي بنظم وقت ولادي أو طلابي عموما. عملية التخطيط أنا اتفقت مع حضرتك في الأول، ورقة بيضة عليها تنظيم يوم كامل، تنظيم يومي من أول ما بصحى لغاية لما المفروض ينتهي بنام، اليوم بوقت الريست بتاعي، بالوقت اللي في الشارع لازم أكتبه، عدد ساعات النوم في عدد ساعات النوم الوقت بتتكتب. اللي هو عدد الساعات اللي المفروض ينامها الطالب والطالبة، بحيث اللي هو يحافظ على تركيزه طوال اليوم. حلو. انا حتى قلت لحضرتك لو خدت بالك قلت لك ما نكتبش على الورقه، استبدل حياتك بالصور. مخك والنص اليمين من مخك بيفهم الصور، مخك عموما لغته هي الصور مش الارقام مش الحروف. كويس. مش الابيض والاسود، مخك بيحب الالوان، اتعامل بيها معاه. كويس. خلي الجدول عباره عن صور
لو انا ليا مدرس وبحبه قوي، وطبعا ده طبيعي، انا لا يمكن استمر مع مدرس الا وبحبه، احط صورتي وصورته على الجدول، ده هيحببني في مذاكرة المادة نفسها. مادة تانية انا احرزت فيها نجاح ودي اللي المفروض هذاكرها، احط الصورة بتاعتي وانا واخدة جايزتي في المادة ديت قبل كده. نتيجة معينة او حاجة حصلت عليها في مجال معين احط دوت جوه الجدول بتاعي. الجدول ما بتبقاش ورقة صغيرة كده زي ما الناس بتعملها، لا دي بتبقى ورقة كبيرة قوي، لان دي خطة حياتي، ده نجاحي اللي انا برسمه. كويس، ضيف صور وضيف بلالين وضيف اضاءة وضيف كل حاجة للجدول، الجدول خليه جواك وبراك. ما هو الجدول مش هيكفي، يعني الورقه البيضاء مش هتكفي بصراحه. يعني انا لو عملت كل الكلام دوت الورقه مش هتكفي معايا، انا ليه؟ عاوز اعمل خطه تفيدني في يومي وتنظم لي وقتي. انا اعمل مع حضرتك اللي احنا نحط كل الكلام ده، بس مش هتكفي. لا هتكفي، هتكفي، لان انا ممكن اعمل حاجه في شفره قد كده وممكن اعملها في حجم حائط كبير جدا، ده متاح ليا وده مسموح بيه وده في امكاني. عمرنا ما نقول للطالب مش ممكن، طب ندي وان مثال، ما كانش في علم. ندي مثال يا استاذه نعمه كده. لو انا بعمل جدول دلوقتي، وخلينا نتكلم في المرحله اللي تقدر تعمل جدول لنفسها، يعني في مرحله ما الثانوي المرحله يعني احنا الثانوي، ممكن مرحله الاعدادي لو في ثانيه او ثالثه اعدادي يعرف هو يعمل ممكن الكلام ده نمرنه عليها في الاعدادي. بالظبط. خلينا في المرحله بتاعه الثانوي، ماشي، هو يبتدي ينظم يومه ازاي؟ يعني اليوم بتاعه من اول ما يصحى لغايه لما ينام، ايه الافكار اللي المفروض يحطها داخل هذا الجدول بحيث اللي هو يقدر يمشي عليها وفي حدود قدراته وامكانياته؟ حلو، ما تقوليش حدوده وقدراته كده، لان احنا حدودنا وقدراتنا ملهاش نهاية. انا عارف، انا بتكلم اللي انا اقدر اطبقه. حلو، في حدود اللي انا اطبقه. اول حاجة افهم امكانيات مخي. انا عندي مخي بيشتغل باربع موجات خلال ال 24 ساعة، وعندي عقل غير العقل اللي انا بتعامل بيه معاك، اللي هو عقلي الباطن اللي انا بخزن فيه كل حاجة. كويس، فانا لما بعمل كل حاجة باستمتاع واخزنها جوايا انها حاجة ممتعة، باقبل على الشيء ده ايا كان صعوبته باستمتاع، وفي نفس الوقت ببقى حاسة اني بحرز حاجة حلوة في حياتي. دي حاجة أساسية. الحاجة التانية، أنا قلت لك إن مخنا الطبيعي فيه أربع موجات، موجة أنا عايشة بيها طول النهار، آكل أشرب أتعامل أروح أجي وما شابه ذلك، لكن عشان أذاكر أو أراجع في موجات تانية خالص، أنا لازم أتفاهم معاها وأستحضرها وأشوف وقتها إيه وأبتدي أذاكر وأبتدي على أساسها أعيش حياتي. على سبيل المثال قبل النوم، حالات الاسترخاء اللي إحنا بنبقى فيها قبل النوم، الواحد لما يوصل لنهاية يومه وياخد حاجة خفيفة يتعشاها وياخد الدش بتاعه ويبتدي جسمه يهدى، ده أفضل وقت تمسك فيه ورقك اللي ذاكرته وتبص فيه وتراجعه قبل ما تنام. أول ما هتنام هتراجعه تاني وتالت وعاشر، وهيبتدي مخك يشتغل عليه طول الليل وانت نايم. هتقوم بدل ما انت راجعت المرة مرة هتراجعها طول فترة النوم، وهتقوم حاسس بنقط الضعف اللي موجودة عندك في المذاكرة. ليه؟ وانت بتراجعها وانت نايم، في اللي وقع منك بتلاقيك وانت نايم افتكرت دي مش واضحة، دي قلقاني، دي انا حاسس ان انا قوي فيها، دي واضحة قوي في مخي. كويس، لما تصحى بقى الصبح لازم تصحى بدري، الساعات بتاعة النهار مع طلوع الشمس الساعات دي قيمة جدا، بيكون المخ فيها بعد حالة النوم والاسترخاء الكامل اللي كان الجسم والمخ وكل حاجة فيها هادية، بتبتدي بقى تفوق وتقوم. دي افضل وقت تذاكر المعلومه لاول مره. شوف حضرتك انا قلت لك ايه، المراجعه قبل النوم ده عشان بالنسبة اراجع. للشق الدراسي، يعني احنا بنتكلم طبعا دلوقتي على الجزء الدراسي اللي هو ما هو بيهتم ده بيه هيبقى مجهود في الطلبة، وخاصة جدولي. طلبة الثانوية العامة اللي هو عاوز يعني يستفاد بأكبر قدر ممكن في المعلومات اللي ممكن تدخله. بالظبط، فهو لازم يستفيد من قدراته. قدراته ايه؟ مخه قبل النوم يستوعب المراجعه، يستوعبها وهو مرتاح. احنا عايزينه يذاكر بذكاء مش بجهد، فالمذاكره بذكاء، يبقى لازم تعرف امكانياتك. امكانياتك انك قبل النوم ممكن تراجع، هتفضل مخك شغال على المعلومه اللي انت اديتها له قبل النوم، هتصحى من النوم عارف نقاط الضعف اللي في المذاكره اللي حضرتك خدتها. ساعات الصبح دي للمعلومه للاول مره، المخ هادي، الجسم هادي، الكون نفسه كله هادي، بتبتدي تقتبس المعلومات بسهوله جدا. المشكله هذاكر ايه الاول، الحاجه اللي بحبها ولا الحاجه اللي ما بحبهاش؟ بعض الطلبه بيسالوني اذاكر ايه الاول. كويس، انا في هو كل غالبا بيقولوا انا هذاكر الحاجه اللي بحبها، عشان الحاجه لو ما حبيتهاش يعني هتسد بالظبط نفسي، فمش هذاكر اللي بحبه وليه ما بحبوش. ده حقيقي، الناس بتحب تبدا دايما بالسهل البسيط اللي بينجز معاها، بيحسسها انها حققت، وبعد كده بيبتدي يسيب الكبير للمؤخرة او للنهاية. كويس، بس في حاجة احنا فايتانا، ان طاقتي خلصت مع الحاجة البسيطة السهلة اللي انا كنت بعملها. لذلك بعض الاتجاهات دلوقتي بتقول لك ابتدي بالصعب،
ابتدي وانت كلك حماس وانت كلك طاقة وانت كلك تركيز مع الحاجة اللي بالنسبة لك صعبة، لانك لما هتحرص فيها ولو جزئية بس كبيرة شوية هتبتدي تحس قد ايه انت ارتحت، فاللي باقي عليك ايه سهل وبسيط وانت بتحبه اساسا، فده يريحك نفسيا. فدي الاتجاهات الجديدة في المذاكرة عكس اللي كان ماشي قبل كده. اللي هو دايما يعني تحاول بقدر الامكان، بس في البعض يقول انا لو بدات بماده تقيله او ماده انا مش بستهواها قوي او بفهمها ببطء بتسد نفسي عن بقيه المواد، فبتراجع في بقيه المواد سواء ما الماده هو اللي بحبها او الماده اللي انا مش ميال ليها. خد بالك الكلمات اللي حضرتك بتقولها دي اكبر عائق لينا. علم الاقتدار البشري بيقول لك، انا بنقل لك اللي بيحصل، فهمت يعني انا بحاول بقدر الامكان انقل فهمت لك اللي ممكن يدور داخل ذهن كل واحد. علم الاقتدار البشري بيقول لك ان الانسان قدرته ملهاش حدود، وان مفيش مشاعر سيئة سلبية جدا تماما عند الانسان، احنا اللي بنصنع ده في نفسنا. عند ما قلت لك ده يخوف هيخوفك، او انت تقول لنفسك. فلازم الطالب يتعلم انه يبرمج نفسه ويتعامل مع نفسه معامله جديده غير اللي احنا كنا بنتعلمها زمان او بنتعامل بيها زمان. دايما قول لنفسك انا اقدر على ده وانا اقدر اعمل دوت، دي حاجه من الحاجات الاساسيه في حياتك. دايما قول لنفسك ان انا اقدر وهوصل وهعمل اللي انا عايزه، لان احنا بنقول ده في حاجات كتير. ليه بنيجي عند المذاكره وبنقول اصل ده صعب، اصل ده مش قدراتي، اصل ده عندي مشكله؟ لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع زيه زي اي جيمز حضرتك بتلعبها، انت بتدخل الجيمز وعارف ان في تحدي، ليه بتخش المذاكره على ان صعبه؟ لا، هي فيها تحدي برضو، لان دي امكانياتك. وريني امكانياتك، وريني وطور من امكانياتك. درجات الذكاء اللي حضرتك سؤال بتمتلكها. من الاسئله اللي بتحير برضو، انا لو رجعت من المدرسه ادي لنفسي وقت كده للراحه والنوم، ولا الافضل ان انا ما انامش عشان اعرف اكمل مذاكرتي واكمل جدولي؟ هنعرف الكلام ده كله بعد هذا الفاصل، فاصل ونرجع نرد على السؤال. طبعا السؤال اللي دايما بيطرح نفسه ودايما يعني في اولياء امور بيحتاروا فيه، طب الولد لما يرجع من المدرسه ايا كان المرحله العمريه اللي فيها، وهنتكلم احنا بنتكلم على كل المراحل وخاصه يمكن المرحله الثانويه العامه، لما يرجع يريح شويه ولا يحاول ياخد بس فتره راحه كده ذهنيه، ولا يعمل ايه بالظبط؟ ده سؤال بيحير الكل، ده ده يحطه في حقيقي، الجدول ولا لا؟ ده حقيقي. احنا نرجع لنقطة المرونة تاني. افترضا ان اليوم النهاردة في المدرسة دسم جدا وفي كذا مادة بتحتاج بالنسبة لي مجهود، انا كطالب مثلا قدراتي بيبقى عبقرية في حاجات وفي حاجات انا متوسطة فيها. لو اليوم دوت انا عارف انه بالنسبة لي بيمثل مجهود، لا انا لازم اروح اخد دش واكل لقمة خفيفة وانام ساعة كويس. لكن يوم النهارده بالنسبه لي بسيط وسهل وجميل، المواد اللي فيه انا بحبها، متناسبه مع قدراتي، متناسبه مع اتجاهاتي، او لا، اليوم ده انا مش محتاجه ارجع من المدرسه انام، لان انا استمتعت بطول اليوم. ابتدي ارجع البيت بقى هي يا دوب لقمه صغيره. هنا على حسب انا قدراتي ايه. طب هنا مش برضو ممكن المرونه اللي احنا اتكلمنا عليها، ويمكن انا قلت لحضرتك النقطه اللي هي كانت في اول الحلقه، مش ده ممكن يخليني اصلا النهارده قادر مش راجع، فمش هقدر استوعب، واحنا ساعات بننقل ده لنفسنا فبنلاقي نفسنا بنضيع الجدول والحاجه اللي احنا حطيناها بيحصل. وما قدرناش نسيطر فعليا على وقتنا. احنا زي ما قلنا لازم دايما نحسب امكانياتنا ايه. الناس ما بتحسبش امكانياتها، الناس بتحسب هي عايزة ايه. طب احسب على اساس الواقع. احنا دايما بنقول اهو بلاش المفروض، خلينا في الواقع. في الواقع امكانياتي ايه، في الواقع انا عشت ازاي اول اليوم فاقدر انسق بقية اليوم. هو ده الطبيعي. الناس محتاجة شوية ثقافة في النقط دي على فكرة، ولازم محتاجة شوية صراحة ووضوح. مش عيب ان انا اقول عندي المادة دي عندي قصور فيها، او ما عنديش امكانية فيها، او خلفياتي في السنين السابقة ما كانتش كافية اني اكمل دلوقتي في النقطة دي، فانا محتاجة دعم شوية. ليه انا مش صريحة مع نفسي؟ الطبيعي ان احدد دوت بكله بمنتهى البساطة والصدق. فترات المذاكرة المفروض تكون قد ايه؟ عدد ساعات المذاكرة او الدراسة اليومية، وعدد ساعات تكون متصلة ولا منفصلة، والتوقيت اللي المفروض يكون مناسب بالنسبة للمذاكرة ايه؟ حلو. احنا بالنسبة للتوقيت اتكلمنا على ان المراجعة المفروض قبل النوم، لكن المعلومة الجديدة بتكون في بداية اليوم. كمان لازم ابص في بقية اليوم. لو انا اليوم عندي مثلا فترة بعد المدرسة عندي البيت ما يسمحش ان اذاكر، يعني اخواتي جايين والدنيا هايصة وعندي اخ مزعج شوية وما شابه ذلك، لا في الفترة ديت ما تعبش نفسي في ان اذاكر، لان انا كده هبذل مجهود زيادة وده ما ينفعش. لكن ابتدي اشوف الظروف المحيطة وابتدي على اساسها ابرمج يومي بتاع المذاكره. ده بالنسبه للتوقيتات او ترتيب الوقت.
نقطة تانية اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، كنت بتطلب عدد الساعات، يعني عدد هل الساعات. انا مرتبط بعدد ساعات معينه، وهل انا ممكن اقعد ساعتين، في حد ممكن يقعد ساعه ده حقيقي. يحصل بقدر الساعتين والثلاث ساعات، يعني هي قدرات برضو. حلو. حضرتك لو عايز تواصل اكتر من 30 دقيقة بتذاكر، لازم يكون في دعم لمخك. مخك محتاج نسب اكسجين تديك الفرصة للتركيز وانت مرتاح. ادعم بقى واجيب الاكسجين ده منين؟ ادي بقى جرعات لنفسي زياده، شرب الميه. الناس دايما تحط اكل جنبها او حاجه، لا حضرتك لو حطيت اكل كنت جنبك عاوز اقول لحضرتك ده الامهات بصراحه، لا والله ما انت قايم من على المذاكره، يعني لازم السندوتشات تجي لك وهو فاكر كده اللي هو بيفيده، يعني على لا فكره لا 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 والدراسات العلميه بتقول ده مش مفيده خالص بالنسبه نهائيا للطالب يعني. نهائيا. الطالب حضرتك اهم حاجه جنبه كوبايه الميه. عايز تدلعه شويه اديله كوبايه عصير، هو ده اللي مسموح بيه، ده اللي بيديله فرصة انه يواصل حالة التركيز اللي هو محتاجها. الحجج انا جعان، يعني دي من الحاجة اللي بنحاول بقدر الامكان نهرب بيها، يعني انا جعان، انا طب ما لو كلت بس سندوتشين كده، لو ايوه توضبي لي مش عارف ايه، انا هتغدى او هاكل بس وهروح راجع مكمل مذاكرتي، يعني في بعض الحجج احنا بنحاول نطلعها. هو للأسف جسم البني آدم لما بيبتدي ياكل بيحتاج فترة بعدها عشان يبتدي مخه يرجع يشتغل تاني. انا لما بشوف حد بياكل وبعدين يقوم بيذاكر او ياكل وهو بيذاكر، انا ببقى عارفه ان نسب تحصيله ضعيفه جدا، لان نسب الاكسجين اللي موجوده في مخه اتوجهت كلها مع دمه للجهاز الهضمي عشان يساعده على انه يهضم الاكل اللي داخل. طب المفروض ياكل امتى او قبل المذاكره بقد ايه؟ يعني التوقيت المناسب، يعني هو لو هيتغدى وهيبتدي مذاكره بعد ساعه بعد ساعتين بعد 3 ساعات. هو ابسط حاجه حضرتك لازم بعد الاكل بنص ساعه علشان تبتدي تذاكر. ليه؟ تدي فرصة للجهاز الهضمي انه يشتغل ويستوعب الموقف اللي هو فيه، وبعدين يبتدي المخ يسحب نسب الاكسجين مرة تانية فيبتدي يركز معاك. احنا دايما حريصين في النقط دي على ان نذاكر بذكاء وليس بجهد. انا عايز اتفاهم مع مخي وامكانياته، الموجات بتاعته، نسب الاكسجين، ظروف البيت اللي انا عايشة فيه كويس، كل حاجة لازم اتفاهم معاها. الناس مفكرة مذاكرة يعني جدول مذاكرة واقعد اذاكر من الساعة كذا للساعة كذا، ده وفي مش ناس حقيقي. كتيرة جدا حاسبة المذاكرة اللي انا بعدد الساعات الطويلة اللي انا قعدتها متواصلة ورا بعضها، يبقى انا كده بذاكر وبجتهد وبعمل اللي عليا، على الرغم ان انا بذلت مجهود وممكن المحصلة تكون ضعيفة جدا. ده حقيقي. عشان كده انا حضرتك كنت مهتمة جدا بقول لك في وقت للمراجعة وفي وقت للمذاكرة للمعلومة لأول مرة. حتى جدول المذاكرة لازم ده يبقى موجود فيه، في حاجة اسمها مراجعة وفي حاجة اسمها مذاكرة. احنا بنحط المادة مادة، مش واضح ده ايه، مش واضح ده مراجعه ولا مذاكره، ده ما بنبقاش فاهمينه. يعني ممكن طالب يجي ويوريني الجدول بتاعه اقول له ده ايه، ده مراجعه ولا مذاكره، يقول لي ده الماده هذاكرها في التوقيت ده. اوكي انا موافقه، انا عايزه افهم. أقصى مدة للمذاكرة المتصلة قد إيه؟ يعني أنا هقعد أذاكر المتصله بتبقى 50 دقيقه، 50 دقيقة، ده لو 50 متواصل دقيقه، اللي أنا مركز مع حاجة معينة 50 دقيقه، 50 دقيقة. ده اللي ممكن. لكن ايه، ما تنساش حضرتك ان في فروق فرديه. أنا عارف بس أيهما أفضل؟ لأن أنا بقول لحضرتك الطلبة والطالبات بيعملوا إيه؟ اللي أنا أضع 50 دقيقة دي للمذاكرة وهحصل قد ما أحصل، ولا أحط لنفسي هدف اللي أنا في ال 50 دقيقة دي المفروض أحصل الفصل الأول من الباب الفلاني في المادة الفلانية؟ الهدف للجدول المذاكرة هدف أكبر من إني أتكلم على حاجة صغيرة. علشان كده إحنا دايما بنقول الجدول بيبقى أسبوعي ما بيبقاش يومي. ليه؟ أنا بحط المادة العلمية على مدار الأسبوع، هوصل إيه في نهاية الأسبوع؟ فدي نقطة في منتهى الخطورة برضو. فالمفروض بقسم توقيت وبقسم مادة علمية عشان هدف كبير. أنا عايز أكون إيه؟ كل ما كان هدفي كبير كل ما كان حب المذاكرة أو الإقبال على المذاكرة بيبقى أمر سهل يعني هحاول وبسيط. احط خطط على مدار اليوم، على مدار الاسبوع، على مدار الأسبوع الشهر المفروض، واقيم بالتأكيد الخطط دي او الجدول بتاعي. بالتأكيد. يعني احنا قلنا في وقت الحاجة، يعني ساعات كده احنا بنطلع بوقت الحاجة كده عشان خاطر نكسر الوقت او حاجز الوقت، لكن في وقت برضو للهروب، بنهرب بقدر الامكان، انا عاوز وقت الفراغ بتاعي. طب انا احدد وقت الفراغ ايه؟ انا ما بعرفش مثلا، انا بدي لحضرتك بعض النماذج، انا ما بعرفش اذاكر تاني غير لو انا ذاكرت 50 دقيقة وريحت 50 دقيقة. في حد تاني لا انا هاخد بس فترة راحة كده 10 دقايق، وقت الفراغ المناسب تكون ايه؟ بص، الاستراحة ما بين مادة ومادة ليها شروط. شروطها الأساسية إيه؟ أولا ما تكونش راحة مدتها طويلة، لأن ده معناه إن حضرتك ريحت مخك قوي ومحتاج تبذل مجهود من أول السطر عشان تبتدي تعليه تاني وتطلع بيه لمستوى تركيز عالي. فالمفروض فترة الريست بتبقى صغيرة، هي مدتها 10 دقايق 15 دقيقة، أكتر من كده ملوش لازمة. ده معناه إنك عشان ترجع تذاكر تاني هتبذل مجهود كبير جدا.
ازاي اقيم الجدول اللي انا حطيته هو فعلا انا وصلت للاهداف اللي انا عاوزها، والمحصله النهائيه سواء كان على المستوى الدراسي او المستوى بشكل عام في حياتي كان سليم. حجم التقويم اللي انت بتعمله لنفسك، حجم التحصيل اللي انت وصلت له. حضرتك المذاكرة حاجة، وانك تحل اسئلة دي حاجة تانية. يعني الاختبارات وقياس المعلومة ده في منتهى الخطورة، ده اللي بيحقق لك قد ايه انت استفدت من المذاكرة اللي انت ذاكرتها. الطالب فاهم ان انا لما بحدد 50 دقيقة للمادة ديت ان انا بقعد اذاكرها بس، بقعد اتلقى معلومات فقط. لا، اتلقى معلومات وطبق عليها سؤال، اتلقى معلومة وطبق عليها حاجة معينة، نشاط أو أي حاجة. حاول تسلي نفسك، يعني حاول تخلي الموضوع ممتع. نوع ده التنويع في حد ذاته بيريحك نفسيا وذهنيا. ليه؟ لأنك مش ماشي على نمط واحد. التنويع ده شيء مهم جدا. أنا لما بذاكر جزئية وأسمعها، وأذاكر جزئية وأحل عليها، وأذاكر جزئية وأربطها بغيرها، وأذاكر جزئية وأعمل لها خريطة ذهنية، كل ده حالات من التنويع. ده بيخليك الوقت يعدي وسهل وبسيط عليك، في نفس الوقت استفدت وشغلت كل إمكانياتك وكل قدراتك، شغلت قدرة الحفظ، شغلت قدرة التطبيق، شغلت قدرة إنك تربط ما بين معلومة والتانية كويس، شغلت نقطة إنك تقدر تلخص. لما بتعمل خريطة ذهنية للمعلومات اللي حضرتك حصلت عليها، ده بيخليك تحس قد إيه أنت استوعبت مادة علمية. موضوع الخريطة الذهنية ده يعني يمكن برضو ليه باع وليه كلام كتير جدا. حضرتك نورتينا وشرفتينا النهاردة، ربنا يخليك، الشرف شكرا ليا. على وجودك. الأستاذة نعمة دياب، معلم خبير بوزارة التربية والتعليم ومدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، شكرا جزيلا. شكرا. ويعني يمكن طبعا في وقت من الأوقات كده لو بنتكلم على الطلبة والطالبات، يا لو كنت ذاكرت من أول السنة ما كانش حالي دلوقتي كده. لو كنت نظمت وقتي من أول السنة كنت قربت من الامتحانات وأنا مطمن شوية عن كده. وبعد كده يا دي بتفضل معاه طول العمر، يا لو انا كنت نزلت بدري شويه كنت وصلت معادي. وده راجع لسبب واحد بس، اللي هو ما قدرش وقته من البدايه، فبالتالي بدات حياته تاخد الاتجاه ده وهو مش عارف يسيطر على وقته. سيطره على الوقت او تنظيم الوقت هو محتاج لتدريب، بس اهم حاجه يكون عندك النيه والهدف لده. شكرا على حسن المتابعه، واشوفكم دايما على خير، والى لقاء وحلقات اخرى من برنامجكم حديث التعليميه.